ونحن نتحدث عن التغذية العلاجية بنتحدث عن سلوكيات خاطئة في الغذاء، ونحن نقدم لكم الكتاب الأول في العالم الذي يبحث آخر ما توصلت إليه الأبحاث الطبية على المنتجات الغذائية. كنا بنتكلم على تقسيم الغذاء وقلنا لا تجمع بين أكثر من بروتين في الطعام. دلوقتي أنا عايز أقول إنه أكلها إزاي. لو أنا بحب ربنا، أنا اللحمة الحمراء عندي مرة في الأسبوع وعندي 100 جرام بس. لو إحنا اتنين يبقى 200 جرام، حلو قوي عليه. ربع كيلو ممتاز لنفرين في الأسبوع، ربع كيلو ممتاز لنفرين. طب إحنا 6 نفار يبقى كيلو لربع، 8 نفار يبقى كيلو كل أسبوع. بيتقسم الكيلو 10 حتت، الحتة 100 جرام لو بتحبوا ربنا. الكيلو بيتقسم 10 حتت، الحتة 100 جرام، ده نصيبك. أكتر من كده دينجر، خطر خطر. تشويها، تقليها، تعملها سوسيس، تعملها أي نوع، أنت حر. دي اللحمة الحمراء. بالنسبة للفراخ أو السمك، إحنا بنعمل يوم فراخ في الأسبوع أو يومين، ويوم سمك أو يومين، ويبقى عندنا يوم أو يومين في الأسبوع بنقضيها بروتين نباتي، لوبيا أو فاصوليا أو عدس أو أي نوع، أو بطاطس مقلية وشوية جبنة وشوية سلطة وبيضة مسلوق. لازم نعمل كده. في ناس متربية على إنه لازم كل يوم لحمة، كل يوم لحمة. والله العظيم يا فندم ده بيعمل فشل كلوي، وبيعمل شوكة في كعب القدم، وبيعمل لنا هشاشة عظام، وبيعمل لنا ضعف في الأسنان، وبيسد لنا الأوعية بتاعة القلب. يعني اوعى تقول إن أنا عندي ناس لازم تاكل كل يوم لحمة، بتاع إيه؟ لا، والألعن منه مش إن هو ياكل كل يوم لحمة، الألعن منه إن هو يفطر الصبحية لانشون أو بسطرمة، ويتغدى لحمة أو سوسيس أو، وبالليل يعمل سندوتشات كفتة ويجيب طلب مش عارف إيه، وبيتزا باللحمة وبيتزا حرام عليك، حرام عليك. أنا مش أسد. يعني البني آدم لما بيكسر من أكل البروتين حتى ريحة فضلاته بتبقى فظيعة جدا. ما ينفعش، أنا مش أسد، أنا بني آدم، ربنا كتر لي السلطة الخضراء عشان كده. طيب دي خطورة أكل الإيه؟ اللحوم الزيادة. أنا ليا 100 جرام في اليوم بس، ونوع واحد بس. طيب لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك، واشترك في قناتنا على يوتيوب الصحة تشانل.